يعطيهم الصحة الأولاد. نرمين صفر وصلت 140 ألف متفرج صادق في اللايف، طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي عادي، معناتها 140 ألف جوكرويكو حتى حصة في تونس ما خلطت له، حتى عادي. تصريح، حتى حوار، حتى مسلسل، حتى شيء، ما نعرفش كنت تذكره. والله يا ربي انا ما عادش تقسم باش تعطي رايك ولا ايزيتون. والله جو ني با دافي. شوف نديدها شحال. جو ني با دافي الحقيقه، معناتها ربي عينها في اللي تعمل فيه. الا سو سيبلي توانسه خالد. صحيت. مواتيها اللي تعمل فيه تو دابور ما عارفه اش قاعده، معناها عارفه حجمها و اي اي مواتيها معناها الموند نتاعها عرفت وي. لا المود هذاك ماشي معاها. وخفيف وخفيف تروح هي معناها حتى كشخص. مع العلم فما رقصات في تونس وفي العالم عملوا ما خلطوش للرقم ما خلطوش ما خلطوش اون بلوس فما الكونفينمون وفما حب الاطلاع نتاع التونسي هذاك ما نساوهش، معناها التونسي عنده الفويوريزم يحب يثبت وكل شيء والتثبيت والغزران والفو سبب با دير انه معجب ولا سبب با دير انه معناها احنا نعملوا خلط في المفاهيم في بعض الاحيان يصخيبوا الفيو بين المتابعه والاعجاب. المتابعه والاعجاب مختلفين، فما واحد يتفرج باش يسب مثلا فما اللي يتفرج. انا نقول اللي وبين بالكشف اللي الديريكسيون معناتها نتاع المستقبل ميديا دو فيوتور سا فيتر لي ريزو سوسيو، ما عادش فما معناتها التلفزه اي باش تولي ديجيتال. هذا رايي نوفل، ممكن انت تبدا مخالفني. اما صحيحه من توا يظهر لي توا مشينا في الديجيتال على الاخر، ما عادش التلفزه واللي بلاتو تيلي كلاسيك يظهر لي مشي. على ذكر الكلام اللي قلته باش نساله لك انت وسي امين، كان انا نجيب نرمين تشطح نص ساعه تو ناكل السب وما يتفرجوش فيا 140000. اللي نجموا يتفرجوا فيك اللي نجموا يتفرجوا يظهر لا في اللايف من بعد في اللايف نحكي في اليوتيوب ولا في نحكي في الانترنت. لا مو فما حاجه فما ملاحظه قبل ما نوصلوا ل 140000 قصيت عليك سامحني. قبل ما نوصلوا ل 140000 نرمين تعديت على دي بلاتو دو تيلي كيما اللي هوني باش تعرفت باش وصلت ل 140000 فو با اوبلي سا. انا جو مهمه هذه وي انو وي مي وي انو وي مي وي مي انا الكونفينمون عاونها ديجا خاطر الناس كلها قاعده في الدار. طلعت نرمين باللي اوريجينال اللي هي جوست الفا دونسي باش تشطح التوانسه الكل باش تقعدوا في الدار. مزيانه تشطح مش خايبه، خلينا نعطي راي. مزيانه تشطح مش خايبه، باهيه سمباتيك، ثقه في النفس وكهو خطفت معناتها سا بو اتخ معناتها نجم نكون ان بوز هذايا راهو زاد فهمت، نجم يختفش معايا نوتر دونسوز. واضح حميد والله سيدي يرفع في سما هي هذيك علامه النازيه رد بالك امشي. والله هي راهي تضحك خاطر باش يوريك التونسي معناتها التوانسه كيفاش ولاو يعطينا اي حاجه نتلهاو فيها وننساو باللي شنو صاير. معناها انت قلت بكري علاش في التلفزه معناها تحس هكاك، انا راه خاطر التلفزه تحسها ديما مقدسه، اما في تليفون يبدا بينه وبين روحه والعبد هكا يحس روحه مرتاح. معناتها فسر لي انا كان نجيبها تشطح في التلفزه ناكل السب قالوا لي تبعوها 140000 اين الخلل؟ هذا الخلل خاطر التلفزه يقول لك نوفل اي جي في شكون اي جي في شكون مقدسه معناها. لحظه ساعه نستقبلوا زين عابدين المستوري، مرحبا زين. حاولوا جابونا بواحد ولا اثنين مع زين عابدين المستوري. فقرة ماستا على الاخر. ماستا اش معناتها؟ معناتها تفرض عليك سؤال ماستا على الاخر. يلا زين نبداو بالسؤال الصعب الاول بالامتحان الاول. حسان مرحبا بك، مرحبا بالضيوف الكل. يكلمك الامن مع نص الليل حسان يقول لك شدينا اخوك الصغير يكسر ويقوم باعمال شغب ويسرق في متاع الناس في الاحتجاجات الليليه. الوضعية الأولى تعمل كل شيء باش تخرجوا، الوضعية الثانية خليه يشد الحبس باش يتربى. يلا واحد ولا اثنين تعمل كل شيء باش يمنع ولا اثنين تخليه يشد الحبس ويتربى. مع العلم انه يسرق ويكسر اخوك ولا عمك ولا اختك ولا ولدك ولا ولدك. واحد ولا اثنين كونوا اونيت اونيت تعمل كل شيء باش تخرجوا واحد اثنين يشد الحبس. لا لا هاي والله ما نعرف يشد الحبس لازم تعرف الاتجاه نحو واحد ناس كل الواحد شنو تعمل كل شيء باش تخرج 10 اثنين اثنين تخليه في الحبس اخوك يا خالد اي حتى ولدي حتى انا ها حتى انا حتى ولدي انا خاطر ما اي فسر خاطر حاجات كيما هكا ما نجمش انا انت تحكي على سرقه وتحكي على نهب وتحكي على شغب معناها هذا كارو عنده مده هو في الحبس معناها مش جديد لا لا معناها كانوا يتربى سير ان كود تيت راهو في لما في جروب هيا نمشي وفي ضحكه يمشي اي عاد نوصلوا للسرقه وللضرب وللاعتداء على العباد وكل شيء انا يظهر لي هو خالد المتداول شو يقول لك؟
عنصر اخاك ظالي من عمر. لا لا سامحني هذوما هذوكم ديجا غالطين. لا لا خلينا نقول لك انا بابا ربينا في الليسي مثلا كي نعمل عمل قبل كنا نعملوا المظاهرات وقبل نعملوا بنعملوا بعمايلنا وكل عمره في حياته ما مشى معايا للليسي مثلا للواحد باش يمنعني ولا باش ياخذ لي بيه يقول لي تصرف انت تحمل مسؤوليتك في كل شيء. كان كي نعمل عمله في المكتب يمشي للمعلم ويزيد يقول له اعطيه. حتى انا كيكا حتى انا كيكا والله انا خاطر انا كنت حط في موقف يا خالد راهو مش نحكيه توا نحن خوك معناها تشد معناها باش تختار بين حبس ولا انت تتصرف راك تتحط فيه بالرسمي راهي صعيبه راه ما تنجمش ولا خو اما خوك سارق خو يا ودي خويا يقعد خويا اي خويا من بعد تنشوفوا انت ترضى خوك في الحبس هو خالد نجم يعاونه يعمل له محامي هكاهو لا لا انا مش نعاونه مانيش نعمل له ماكسيموم انا مش نعاونه مانيش نسيبه معناها واضح اما بال ليد انت بيدك واحد تاع مستحيل باش تخرج بلو فاسيل ادير كافير ما تنجمش انا قلبي ما يعطينيش معناتها سورتو خويا واضح يلا الامتحان الثاني مع زين عابدين الف تونسي نفس السؤال سامحني انا نحط روحي دون لابو دو لوتر اللي تسرق اللي تضرب اللي وقع الاعتداء عليه انت معتوه نتاع وخالد اللي سرقناه له تنمدوه له التونسي تروح تسال التونسي التونسي بالانترنت اي بالانترنت كانوا تقريبا كيفكم كانوا فارين عملت 53.7% متوانسه قالوا خليه يتربى ويشد الحبس في حين 46.3 قالوا تعمل كل شيء باش تخرج معناتها استني الشونتيون ماهوش ريبريزونتاتيف راهو معناتها سالنا اوزار اوزار بالانترنت يلا السؤال الثاني السؤال الثاني اصعب شويه اللي هو قعدت لي فتره بطال خالد ومن بعد شديت خدمه تفيق لي عرفك جديد متورط في قضيه نتاع فساد وجلب مواد مسرطنه واو لتونس باش يدفنوها فيها قعدت 10 سنين بطل قبلها دوك السيد يجي في مواد مسرطنه لتونس باش يدفنها فيها الاقتراح الاول تعلم عليه وتكون سبب باش الشركه تسكر وترجع بطل الاقتراح الثاني تعمل عين رات وعين ما راتش المهم انا نخدم وشريطي تتصب واو الاول ولا الثاني هز مصعبهم وهذم يعيشوهم ناس في الوقت تعلم عليه الشركه تسكر تقعد انت بطال اسمع انت هي المعادله صعيبه بتاع يلا نخدم شو قال لك ليه نخدم الثانيه نخدم اي نخدم الثانيه انا نمشي معاك بالمنطقه نتاع تونس اللي تعيشه العالم الكل ولا نخدم نفسي نفسي ولا يرحم من مات ونخدم على روحي وعين رت وعين مارت مش نفسي نفسي صديقي وش بيك قبيلي ما مشيتش في تونس ويدخل الحبس قلت شنو الحبس معناتها انت منطقك قبيلي ليه معناتها يدخل الحبس جد ضد خويا السؤال الاول خوك خوك ما هوش نفسي نفسي هو نفسي نفسي لازم يتربى انت لهنا تحط فيا بطال وانا عندي برشا بطال طب كنت لابس ازاي راك خوك لازم يتربى مع الاخرين مواد مسرطنة هو القانون هو احترام السلطة ما اسمعني لا عاد سامحني ايش مدخل الجيش في كنت لابس زي تحترم القانون هو خرج اما انا باش نلخص لك الحكايه كيفاش نفسي نفسي باش نلخص لك الحكايه انا نعطيك التوانسه الكل شو يقول لا لا يعطيني انت مش هذا واضح مش توانسه كل هكا احنا في تونس امين وحسين وليدي هكا تدبير الراس ساعات الكرامة تقف ساعات تطفي الضوء ساعات نعمل روح خيرين ساعات نعمل روحي ماريتش كلنا كي بعضنا ولكن في أشياء فما فرق راه تو مبين أنا مثلا تقول لي هذا يعمل في الكونترا مثلا يدخل طرف روز ولا طرف كذا ومن بين مدخل سلاح مواد مسرطنه مواد مسرطنه معناتها باش تضر توانسه معناتها نقول لك انا اخويا علاش سرق باش يسرق مثلا ترفع ذم ترفع واحد كان يدخل في سلاحه ويخلص فيك 10 ملايين في الشهر والله العظيم نبيع طول وتحكي بجدك يا اخي يا اخي باش ناخذها مان ال 10 ملايين وباش ندخل 100 مليون بعد نجم نموت بالسلاح اللي دخل بيه واضح امين باش نقفلوا الحقيقه 10 سنين قعدت فيهم بطال استنست بالفقر معناه باش نعاود نرجع بطال ماني باش نرجع واضح سالنا تونسي تونسي كانوا عكس براتيكمون البلاتو 72.8% قالوا تعمل عين رات وعين ما راتش المهم انا نخدم في حين 27.2% قالوا تعلم عليه وتكون سبب باش الشركه تسكر ترجع بطال كما قلت انا 73% في الاخر سي با لوجيك لا مش لوجيك براغماتيك مش لوجيك هذيك اللوجيك انا نخدم مع ولو في نلقاه في انت في البرنامج القناه اخرى عين ردت وعين ما ردتش نوف اللي ترد فاحنا تونس مع الواقف مع الواقف واضح يعطيك الصحه زين العابدين المستوري مازلنا معكم دونك في لمن ياسر فقط جاء حذانا سي عبد الرحمن عثماني سي عبد الرحمن مرحبا بك مرحبا بك عشق
شنو احوالك؟ دونك انت راعي اغنام وي وصار عليك ضجه كبيره الويكاند هذا بسبب جيست برشا ناس شافوا فيه نوع من التعدي عليك ونوع من الحقره. نشوفوا الفيديو اللي سبحان الله معناتها انتشرت بكيفيه رهيبه في ظرف نهارين معناتها خاصه سبت واحد. شوفوا الفيديو. دونك هذايا رجل الامن اللي دزك وعاركك نوع من الاعتداء فقط لانك غفلت على الاغنام وهو حسب ما قالك تعداه قدام مركز السياده هكايا معناتها هذه الاشكاليه فسر لنا. اول حاجه اللي معانا ذاك اللي وراي متالي رئيس بلديه السيد هذاك اي رئيس بلديه رئيس بلديه رئيس بلديه اللي معاه هو واحد بطبيعته مش يغفل 24 ساعه معاه فهمتني غفلت عليه بلحظه يعني ساعة من زمان هكاك شكلوا البلاد نحن قريب البلاد بالضبط نجم نقولوا نحن قريب ما نبعدش حتى لا اقل حتى من كيلومتر على البلاد خطفة في البلاد خشلوا البلاد كما كيف فزيتني مريو نصيات بطبيعتي خلطت عليه سهلت غاديك في الواحد خلطت عليه محدا الولاية بالضبط مشيت نتكلم فيه بالمعقول حتى تسمعوا في الفيديو ما قلت له حتى شيء كلام فيه قلت له والله غالب الله غالب الله غالب قال لي كيفاش وعلاش وإهانة كتشوف أنت ما تجيش ما تعديش هذيك خويا طبق القانون قلت له ثم قانون طبقوا علي ما توصلنيش كيما كيف طبق عليه القانون وصل لي كيما كيف وبعدها زيتهم بطبيعتي للواحد هزوم البارك تاع البلدي وزاد ثم فيديو اخر شاد لي يدي من تيري بالطبيعه ما غير الفيديو هذاك ثم فيديو اخر اي اعتديها بالضبط ما تجيش هي خاطر فيها 14 جانفي والله كي نخزروا الفيديو كي كيف نريش كيفاش وصارت نهار 14 جانفي نهار 14 جانفي نهار الخميس اعتديها طول الواحد كرامته تمست اول حاجه هو الانسان مكسبه كان كرامته معونية تمس في كل شيء تمثل به وهنا ما عملتش يعني حاجه كبيره يعني ما عملتش جريمه يعني ما عملتش جريمه يعني ما دخلتش بجريمه وعملت جريمه يعني يعني نقولوا ما عملت شيء وصل الاعتداء كيما كيك وكليمه ما تسجلش راه شتم بالضبط راه وصلت حتى السبين فيما كيما كيك مسبه السيد هذاك مش سيابه هنا المقدم به قضيه تو تعمل الاشتاج كله نا الراعي وتفاعلوا معاك برشا العباد انت تفاجئت بقديش تفاعلوا معاك توانسه معناتها دخت ما توقعتش هذا كله والله يا ليل اما الفيديو هو اي الفيديو الفيديو هذاك حتى اللي كما نقولوا فيها زيت من البارك البلديه ما خلوهمش يعني يحبوا يلموا الموضوع على كيفاش ساعه من زمان سايبوه عملوا لي خطيه يعني تاع وسايبون فهمتني والسيد هذاك والوثق ما وثقش هذاك الفيديو وما ما يصير شيء صحيح شكون الحكايه وكل شيء شكون هو سامحني اللي صور والله صور وناشط يعني بالصدفه صورها بالصدفه هما خاطر غادي يلقى فيهم يعاركوا فيك جاب بدا يصور صور هي. صور هذاك وش نقول لك بالله لو خويا هنا برجلي هنا تو هنا في سليانه كامله خي 14 جام في عيد الثور يا خويا بلطف على الاقل حاجه ما تجي علاش كيف انت فسر لي عبد الرحمن 30 سنه انت شنو انت راعي اغنام هذه خدمتك برك ولا لا خدمتي هذيك الخدمه هذيك خدمتك ما عنديش خدمه راعي اغنام القطيع هذاك نصرف امي والعيله ست رقاب في العيله نصرف منه كل شيء يعني يكون نقول العزوزه مريضه نصرف فيه كل شيء قديش من غنم عندك؟ 24 شيء هذوكم اللي تصرف وتبيعوا كذا منهم تصرف هم ضروهم اول حاجه حتى سامحني هم ضروهم هم وصلوا لوحوا نعشتين وتكسر على اللوش ضروه ضروهم لهم ضروهم ما لوحوا شنو لوحوا؟ لوح ثاني طيحت رمات صغيره رمات هي وقع ضرره في القطيع بالضبط ضروهم بالضبط بالضبط حتى كان شفتوا الفيديو الاخر ما هم موتوا في حاله وكملوا عليه كي انتشر الفيديو هم ما اعطونيش حتى حكايه فهمتني كيفاش وعلاش ما عطونيش حتى حكايه كنت انتشر الفيديو هذا بعد ولا سايبوهم صح وطلبك شكون اعتذر منك ولا الاعتذار شنو يعني فما شكون عيطوا لك الولايه والولي اعتذر منك الولايه اعتذرتني النقابات الامنيه والولي والولي ايه
ورغم الاعتذار هذا انت شاد صحيح باش ترفع يعني باش تكمل في قضيتك باش ترفع رفعت قضيه سي رفعت رفعت القضيه سي مش نسامح خلاص خاطر ما تجيش مظلم وعارف وفي على سلينا بصفه عام معناتها تحيه لاهالي سلينا واللي دارت ما دارتش في سلينا تونس كامله معناتها تفاعلت اشرف ومن بعد امين علاش حسب رايك حكايه كيما هكا تنجم تكون بسيطه وانتشرت والتوانسه فدوا وبداوا يتعاطفوا مع كذا معناتها الشعب تحسوا يستنى في اي حكايه باش يهيج جواب بسيط على سهل على خاطر ريت العباد اللي تفاعلت معاه الكل كل واحد فيهم حتى روحوا في بلاصته يعني نجم يصير له كما صار للسيد هذاك بالكل اما انا عندي معناها ممكن مش طلب هو لا لك انت يعني شخصيا يعني تو بما انه الوالي طلب منك السماح وبما انه النقابات الامنيه طلبت منك السماح يعني انا راه هكا وانت راه متمسك بقرارك وانت حر يعني تنجم تسامحوا يعني البوليس بوصغار انت حر خاطر ما تجيش بغيت امين ومن بعد نصف انا اللي قلقني في الحكايه الكل انه كان الحادثه اللي صارت هذيا ما تصورتش بتليفون راهو لا اعتذروا ولا سمعنا بها راهو ما صار حتى شيء طبعا معناه هو كي يتمسك بال انه ما عنده من حقه معناه دونك اللي حقه هو حقه صحيح اما هو طلب منه قالوا بمعنى اعتذروا اي انا متاكد انا متاكد اللي في النهار تصير اكثر من 20 مره وما نسمعوش بها من حكايه هذول في تونس كلها في تونس كامله فهمت معناها ماذا بينا اخويا فما عباد كي معناها عنده خدمه بركه يخدم فيها تفهم وسع بالك معاه شنو باش يعمل مسكين معناها اخزر كيفاه وبعد تقولوا لعبيت برج ولي ما كاركش السيد اللي عملها ما كاروش عملها هما هاو قال لك معناها اعتذر واضح واضح صح بنات ما تنش انت في بلاصي هذه عائلتنا هذه كل يعني تان وحدي انا ما جاتش هنا اكثر مني انا هذه هي عاره على سليان هذه وعاره على المسؤولين هذه ما تجيش خويا مش طبق قانون طبقوا انت خينا يتفرج في امه يتفرج في اخوه يتفرج في بويره الكل يتفرج في ما تسامحوش يعني ريتها ما واحد تمس معنوي تمس كل شيء حتى نفسانية تمس ما تسامحوش كرامته وهي الواحد مشت احنا نختلفوا في الاراء احنا ما دام استدعيناه لان معاه ولان تعاطفنا معاه ومتضامنين معاه هذه حطها على جنب ولكن انت كحل وسط في بالي واحد يدخل بين زوز يحب يصلح مش ما تسامحوش اي قضاء بيناتنا هو طلب الاعتذار والوالي طلب الاعتذار اللي هي درجه راقيه خلينا نكملك الكلام صحيح والاهانه اللي صارت لك اهم من اي حاجه معناتها انت تقول يزيد ونقص الاهانه اللي حسيت بها ما تنقص الاهانه الاهانه كبيره الاهانه كبيره ياسر ما تنجم كان انت بعد الحادثة وبعد ما انتشرت وكذا ما عودش حكيت معاها شكون الامني بعد ما خافت الدنيا وطلبوا منك سماح هو ما كلمكش ولا حاجه ما حكيتش معاه بالله سامحني بالله لا بعد ما خافت الدنيا ما عودش كلمك ما حكيتش معاه خاطر هو بالنسبه للوقت مشيت الولايه جوا النقابات الامنيه هما واعتذروا فهمتني؟ اي بحضور الوالي بالنسبه لي هو ما قبلتوش دونك سي عبد الرحمن العثماني من سليانة نورتنا وربي معاك نخلي لك كلمه الختام سي عبد الرحمن يعطيك الصحه ميساج للتوانسه اللي تعاطفوا معاك واللي يتفرجوا فيك شنو تنجم تقول؟ بطبيعتي نشكر سليانة بصفه عام والتوانسه الكل التوانسه الكل اي والتعاطفوا معي الكل والسيد اللي هبط الفيديو انت صح والنقابات الموجوده غادي من اتحاد الفلاحين والتعاطف معي بابسط الحاجات فهمتني هو خاطر الوقت هذا تعاطف برك ما مش قول لي راه ثم يعني مش يعاونوه كل حاجه ثم شيء ان شاء الله الوالي اللي قال على العود ان شاء الله تطبقوا ان شاء الله قالوا بدينا في الاجراءات وان شاء الله تطبق ان شاء الله تطبق ان شاء الله تطبق الواحد اسمعني كي يقول لك راه واحد مجاهد مسبح في البلاد راه مجاهد فهمتني واحد يحمل في البرد يحمل في كل شيء فهمتني سبحان الله يحمل في كل شيء يعني قطيع صغير وشني المشكل هو كي طاح بهذا البلد مقر السيادة اللي فيه نوار هو في شيء يتعدى عليه الناس كل شنو المشكل تصير تصير نفترضوا حتى كان انت غلط تتحاسب اما مش تتهان يا خويا كي غلطت نمشي معك غلطت صاحبي غلطت ما يغلمك انت السيد هي قضية قطيع نتاعك خويا انا مش هزور البلدية باش نعمل خطي وامشي مش للغال لا تمس لا تكلم ما كلموكش ناس اخرين باش يعاونوك باش حاجه ما كلمك حتى واضح دونك الميساج باش وعدك الوالي قلت ان شاء الله وعدني اعتذر لك وباش وعدك بالنسبه لي انا وعدوني قالوا له يعني عود قال باش نعطوك دار عود بو خلاص 6 شهور كري وتعويضات ربي يسهلكم اخويا ربي يسهل خاطر باش نقول لك تو بالحق نيدي هذا يتسمى الواحد ريتها تقول لك تحت الفقر
هذا تحت الفقر 100 كيلومتر اموره تعبه بالضبط، تعبه 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 بالضبط. ناس تجاهد يعني مش انا كي نوصل مثال مش نصرف على نصرف على الدار نلقاتيه من على الفوش خليه كيف فهمتني. وكان شفتوه في الفيديو شنو كارثه بمعنى المنطق. وكلمه من عودها زاد نشكر سليانة بصفه عامه وقفوا معي الناس كل وتضامنوا للصيد الهبط الفيديو للكل الناس كل وتونس كامل نشكر تونس كامل يعطيك الصحه وان شاء الله بصفه عام وان شاء الله ربي معنا. نحب تصفيق على سي عبد الرحمن العثماني كان ضيفنا الليله في المناسر. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. نمشيو توا لجريمه الاسبوع مع منيا. مرحبا منيا. مرحبا مرحبا نوفل. مرحبا مرحبا. ما نعرفش انا الناس قاعدين يقولوا البشاعه نتاع الجرائم قاعده ماشيه وتكثر والغل اللي في قلوب التوانسه معناتها قاعدين نشوفوا في جرائم قتل غريبه جدا. فما تفنن في الجرائم في التعذيب وفي ما نقرا في تفاصيل الجريمه هذه مانيش مصدق روحي مانيش مصدق. اي دونك نوفل في جريمه الاسبوع اليوم باش نحكيو على جريمه صارت في مدينه باجه في اول شهر جانفي من 2021 معناتها عندها بريسك جمعتين. الجريمه هذه المتهم فيها زوج حب ينتقم من زوجته اللي فقط طلبت منه الطلاق فقام بسيناريو كامل تخطيط كامل للانتقام. اول حاجه قام بتخديرها لمده يومين باش تفقد القدره على المقاومه. ركزوا معي خدرها لمده يومين اي من ثم قام باعطاء الاذن لبناته قال لهم تنجموا تمشيوا تباتوا عند عمتكم ولا عند صاحبتكم وخلى ولده الرضيع في الدار. مشاو لبنات دونك في النهارين هذوك. ولده قداش عمره؟ ثلاثة سنين. ثلاثة سنين كان حاضر معناتها موجود بحذا جثة أمه بالطبيعة ما يعرفش اللي هي كانت متوفية. في اليومين هذوكم قام بخنق زوجته حتى الموت وخبيها بالطبيعة تحت الغطاء والجراري وكل شيء وكان يخطط أنه يتخلص من الجثة لولا بناته شكوا أنه فما حاجة مريبة قاعدة تصير أنه أبوهم كان في كل مرة يحاول يبعدهم على الدار فمعناتها مشاو للدار واكتشفوا جثة أمهم متوفية. كي نرجع للأصل أنا قبل ما نعديو الفيتير نحب كي نرجع للأصل تلقى سبب خلاف بسيط راهو يا اخي سامحني معرسين شنو يجمع بيناتنا؟ هينطلقوا هينطلقوا بالضبط معناتها يا ما طيب لوش ماكله مش لاهيه بيه يا حب امراه اخرى معناتها كلهم مشاكل. ومهما يكون نوعيه الخلاف معناها الطلاق احسن علاش توصل الاجرام وتوصل المشاكل كيما هكا وفاش قام معناها البشاعه هذه علاش؟ طلقها هو باش يولي في الحبس هي توفيت ويتمك الصغيرات مطلقين نجم يربي الصغار وانتهى الموضوع. انا فقط مثلا علاش نقول المشاعر بو يخلي يقتل الام وليد عمره ثلاثة سنين يشوف فيه يقتلها ويخليه بحذا جثة أمه معناتها هل هذا ينجم يكون بشر؟ لا لا أمين لا ينجم يكون بشر لا ينجمش حتى حيوان ما يعملهاش راه معناها حتى حيوان ما يوصلش يخمم انه يعملها معناها ليه نحكيو على مرضى تو نوفل ما نجموش نصنفوهم كعباد معناها تحت تلقاهم ياخذوا في دويات ولا مخدرات ولا تلقاه في حاله ماهيش عاديه لانه اللي باش يتعدى المرحله يخمم في عملية انتقامية وخاصة إجرامية كيما هكا راهو خرج على العقل وخرج على لا ريزون نقولوا احنا وخرج على المعتاد. هذايا أنا كنت معك أما هذه مخطط لها معناتها تحسوا عارف إيش قاعد يعمل. ماهيش جريمة جات في لحظة والله لا مش والله ما نعذروش. كانت غضبانة على فكرة كانت غضبانة وأهمها أنه مش يرجع العلاقة وشرى لها خاتم مش... ورجعها بالذمة باش ينتقم منها. سيكوبات عادي لا عاد هذا عاد يعني مش مغشش ضربها قتلها لا مخطط شرى لها خاتم عملية منظمة معناها يا ودي في الاحترافية لهنا اي شرى لها خاتم ورجعها باش فقط باش ترجع ترضى وتصدق اللي هو معناتها نيته طيبة نوع من الكرامة الموهومة أنت تحب تطلق أنا نقتلك وما نطلقكش. اوي 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 نوفل عندي سؤال قانونين اسمه الاضمار هذا حكم الاعدام في تونس ما يحكموا عليه اعدام بلي باش ما نظلموهمش ريت كي نحكم عليك مثلا اعدام لطف عليك لطف كي نقولوا انت يحكم عليك اعدام الله يقدر عليك اما نعتبره حكم عليك اعدام ما يتنفذش
ما يتنفذش اما لينجموا ينقصوا لك لا يزيدوا لك معناتها راهو مش صحيح اللي يحكم عليه اعدام ينجم يخرج بعفو لا تقعد بلوكي اوكي اعدام اللي ما يطبقش الاعدام هو رئيس الجمهوريه راه يلزم هو اللي الفقط هو رئيس الجمهوريه ما يصححش اما قبل وقت بن علي كانوا ايزولي في بلاصه كي توا ولاو ينجموا يتخالطوا مع العباد المنفى حبس اسمه المنفى اي فوالا دونك الاعدام لا ينفذ فقط لانه اي مسؤول يقول لك خويا كي يطلع واحد بالالف مظلوم نصح هاكا اعدام بلوكي يموت في الحبس وين كي يطلع ذاك مظلوم وينجم يظلم عباد خويا يقول لك ما فما حد يحب يتحمل مسؤوليته انه يقتل ناس وفما واحد بالالف يكون ظالم عباد على اتفاقيات دوليه بخلاف الاتفاقيات الدوليه يعطيك الصحه مونيا دونك تفاصيل الجريمه نشوفوا في التقرير ميرسي بوكو نشوفوا تفاصيل الجريمه تو لحد الان مصدوم سلقت بالي هو مربوذ الاثنين 4 جانفي 2021 منطقة المزارة من ولاية باجة جريمة بشعة ضحيتها زوجة تخدرت لمدة يومين وتخنقت لحد الموت قدام ولدها اللي عمره 3 سنوات عطيها لي ماتت بحادث عطيها لي ماتت بالنار عطيها لي طاحت مسطح عطيها لي ضربها حتى بالكروم ايه خير لي من اللي انت تعمل فيه العمايل هذاي خليه يعمل لي ربي علاش تحرقتني علاش ني تور انا بشر شقف انا مش قف قاعد ماشي عم ندور سونيا 40 عام ام لثلاثة صغار كان عندها برشا مشاكل مع راجلها شكري وكانوا كل مرة يبعدوا على بعضهم ويرجعوا لكن آخر مرة وبعد برشا مشاكل بيناتهم سونيا اتقدمت بقضية في الطلاق شكري يحاول يرجع سونيا ويقنعها انه تبدل على خاطرها وعلى خاطر صغاره سونيا رجعت لدارها وما كانتش تعرف انها باش تكون ضحية مخطط انتقام هي ما يغذ بال هو يستدرج فيها باش يرجعها للدار اكل بديلة ينفيها يرجع فيها قالها راني هابط لتونس اجا انت اقعد من المعلم بنيتني خلينا نمشي نخدم على روحي هو في اللحظة ذيك قاعد يخطط لها كيفاش مش يعمل لها تدريجي السبت 2 جانفي 2021 شكري شرب مادة مخدرة لمرته اللي خليها في حالة دوخة وغير قادرة انها تتحرك بشكل طبيعي اختي ما جاتش مخدرة ما ينجمهاش قلت له شنو شربت شنو حطيت لي فبتي قال لها هوي بتي توحدي مولات ما عندي ما حطيت لك لحد 3 جانفي 2021 شكري طلب من بنته انه يمشي ويباتوا عند صاحبتهم وكانوا كل ما يحبوا يروحوا لدارهم يحاول انه يمنحهم ويخليهم بعاد على الدار الموجوده فيها امهم مقتوله قال برا بحذا عم قال لي علاش هكي قال لي اخي ديما ما تهنونيش قلت له علاش بيك تحكي هكي قلت له انت وينك شو عامل من عامله الطفله قالت كل ما نقول له مش نروحوا توا قالت كي بعدنا مشاو بحذا صاحبتهم صاحبته كلم صاحبتها قالها الليلة هزهم يباتوا بحذا البنات الزوز عدوا النهار حذا صاحبتهم لكنهم كانوا حاسين انه بهم قاعد يحاول يخبي عليهم في حاجة الشك دخل القلب أسيل اللي أصرت انها تمشي للدار وتنجز من السور وتكتشف السر اللي كان بهم يحاول انه يخبيها وليت نعيط وقلت والله ما ننجز مش كنت راشي في فهمتي كهو عاد حاسلوا شدتني وأختي جيت باش ننقذ يا أخي ندرشني المفتاح وضرب في دياك يا أخي هزت قلت يعني قلت مفتاح السر اللي كان مخبيه شكري هو أنه قتل زوجته وخباها في الدار لمدة يومين وكان يخطط أنه يتخلص من الجثة فما حاجة في الدار معناها هي حي وباش تقتلنا فهمتي هكا نشوف بعد فما تركينا فيها كوبرتات وكوبرتات هذاك مغطيه ب4 جرالي فهمتي جيت نشعل في الضو ما نلقاهاش نخزر للشباك هي بيتنا نحن نخزر للشباك ونخزر فوق الكراس خايفه على حاجه تلهمني هكا تولى كي مشيت نحيها في الجرالي واختي تمس تعمل يا بعملها فهمتي هي تمس وتعمل يا مارو شكون خليتي تولى كي نحيتنا نلقى وجهها
خويا صغير يعمل لما ماتت ما ماتت. عائلة الضحية يقولوا أنه سبب الجريمة هو حب الانتقام. جريمة بشعة، ضحيتها أم في المقبرة وبو في الحبس، وثلاثة صغار ما زال لليوم مصيرهم مجهول. يعطيكم الصحة وفيت لمن يسهر فقط. عملنا بكم دور على تونس، تونس ماهيش فرحانة. يا ربي تحمينا، ربي تلطف بينا، وربي ترجع الضحكة وترجع الصحة للناس الكل المرضى. تمنياتنا الكل بالشفاء للناس المرضى. خالد نورتنا، ان شاء الله بالتوفيق باش نشوفوك في سيتكم جديد دونك على قناه التاسعه انت وال والتحفونة ليديا. عايشك نوفل، وجو ميرسي وسام يحيوي على المكياج الحلو هذايا، ميرسي بوكو. يعطيك الصحه صدوك، يعطيك الصحه اشرف، ميرسي بوكو. يعيشك وان شاء الله يا ربي يحمينا ويحمي البلاد الكل يا ربي. سي امين، ميرسي بوكو، ربي يفضلك. وسع نضال، انت تجي معايا كل جمعه، نحسك تقاومه. لا نضال خليته غادي، نضال معاك ان شاء الله ديما عاملين جو فرحان. يعيشك حسين، ربي يفضلك. نوفل ميرسي، ان شاء الله ربي يحمي تونس. نسلم زاد على عائلتي كلها، امي وبابا واخواتي الناس كل، نسلم على الليكيب نتاعي كل اللي توحشنا الخدمه وتوحشنا الموسيقى وتوحشنا الحفلات. ان شاء الله نوعدكم بفيديو زاد اخر، عندي حاجه اخرى صار باش نعملها الجمعه الجايه، دونك ستي تيون، تابعوني على انستغرام فيسبوك وتيك توك، ونحبكم برشا. ربي يوفقك في فرنسا، باش نختم بها. في فرنسا ولاو يقصوا الحفلات اللايف، نشوف البارح في مسيس مانيش مصدق، النهار لحد يا ربي مانيش مصدق، معناتها عندي حفله لايف والناس يدخلوا بالانترنت يقصوا 5 دي زورو 15 زورو ونتفرجوا فيك. هي عندها برشا بثينه امانه، فقت بها البارح ديجيتال لو فلاي سي دي كونسير ديجيتال، باش يشجعوا الفنانين كيما فنان يعمل سبكتاكل وغيره. يلا احنا عندنا حصه مواهب، كل مره باش نختاروا لكم صوت يفتق. اسمعوا هنا قاسمي اللي تغني مع المايسترو نادر الشريف، صوتها حلو برشا، ونختموا به. دي القلب فيك حنون، وانا عمري بك دايم، والله حبيتك حب جنون، وانا ظني بك خيال. تبدل قلبي فيك حنون، وانا عمري بك دايم، والله حبيتك حب جنون، وانا ما تلومنيش نويت الهدرة، ياما كنت عليك لايم، قلبي الباين راحة صبرة، يصرخ صرخة بروحي قايم، موجوع قلبي وتعبيه من باوى على روحي، انكسر قلبي علي، موجوع قلبي وتعبي من باوى على روحي، كسر قلبي علي، تعبان وجهي
ودموعي قهرتني دنيا شلت حال حالي وبحياتي كرهتني كرهت الحب مريدة دمرني طيباني وادري طيبي هالحال وصلي موجوع قلبي وتعبي من قلبي عليّ.